اليسر عن سد وادي عاهن، هذا هو السد. طالع 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 طالع، ودر عنك خريف صلالة. طالع كان طيب وما الصراحة ما عليه كلام أبدا. سد وادي عاهد، اي المكان محلاته، وودك تطلع مني. وهذا هو ابو محمد. كيف ابو محمد، ايش رايك بالمكان؟ اي قال بروح صلالة وبودر سد وادي عاهن. اليسر عن سد وادي عاهن، هذا هو السد. طالع 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 طالع، ودر عنك خريف صلالة. طالع كان طيب وما الصراحة ما عليه كلام أبدا. نفس الشيء، مع ان المكان فيه رطوبة وزرة، المكان صراحة نفي. هذا هو سد وادي عاهن،
كيف يا ابو محمد؟ مرة تمام مرة؟ نعم. مكان يستاهل العنوة ولا بعد هو اصلا من اساسا ما لنا بعيد ولا؟ لا المكان طيب وجميل صراحة، الدنيا كلها خضرة. الله الحمد لله. ما كاسر خاطري غير هالشباب الثنينة، هالشباب الثنينة مساكين يحاولوا، صار لهم الساعة 2 الظهر والحين الساعة 6 المغرب وهم يحاولوا انهم يجوا صد واد عاهن وغرزوا وجايين باص وحالتهم حالة وجيناهم وطلعناهم والحين مساكين يجوا مشي، شباب يجوا مشي طبعا ما يروم يوصلون لين هني حكم ان الدنيا كلها ماي وما يقدروا يوصلوا. وهذا السد واد عاهن تشوفه، ايش رايكم؟ والله ايش رايكم؟ مكان طيب، والله ان الجو بارد، والله اني ما كان عليه، والله ان الجو بارد. ابو محمد كيف الجو عندك؟ لا تقول لي مره تمام، الجو بارد ولا مو بارد؟ مكان طيب يا ريال، اجواء صلالة، اجواء صلالة كلها بعوض وكلها ما ادري شو، هني الاجواء طيبة وبراد ومكان فاضي وما في احد، وعندك اكثر بمكان مساحة تقريبا 3 أو 4 كيلو، اختار لك المكان اللي يعجبك وبسط وعذب وارقد، حتى هني ما حد راح يعاودك ولا حد راح يقول لك شيء. طالع بالله عليك، طالع طالع، شوف شوف اللي جالس في البيت. شباب جايين صوبنا، تراهم جايين زحف.